حدثنا سريج وعفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الحر بن الصياح قال سريج عن الحر عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء 3 أيامين من كل شهر. قال عفان أول 2 من الشهر وخميسين